النكسة. النكسة. وأنت في بيروت. وأنا في بيروت وسنة التخرج بعد. سنة التخرج. كلمني عن هاليوم هذا. وهني كان طبعاً مرة ثانية المد القومي كان في أوجه، الناصري في أوجه، وأنت في الجامعة الأمريكية اللي هي كانت معقل القوميين العرب. معقل القوميين. و67 النكسة. كانت مناحة على عبد الناصر أكثر من على النكسة. أنت معاي؟ يعني الشيء الغريب انه الناصريين وقتها كانوا حزنانين على عبد الناصر اكثر من النكسة، وكانوا بس المظاهرات مالتهم في بيروت عبد الناصر ناصر ناصر، شنو ناصر عمي، شنو ناصر هذا، اسرائيل مسحت اللي اكو اللي ماكو، احتلت سيناء، احتلت القدس الشرقية، احتلت غزة من يدي، عرفت شلون؟ ادخلت يعني بلاوي صارت، احتلت الجولان، انتو كل هذا خليتوه، وناصر ناصر ناصر، معاي ولا لا؟ هذه وثنية، هذه صنمية. يمكن لنا كان يمثل رمزية بالنسبة لهم. أي رمزية؟ رمزية للوحدة العربية، ورمزية للتصدي للاستكبار كما كان يقال في ذلك الوقت. يا عمار، فسقوط عبد الناصر هو سقوط لهذا الأمل أن هناك من هو قادم ليجمع العرب على كلمة سواء. هذه متبنياتهم. عمار، إحنا شعوب عاطفية. إحنا شعوب عاطفية، لازم نعترف، نتعلق بالأشخاص ولا نتعلق بالقضايا. طيب هني بما أن الميول كانت إسلامية، الميول كانت إخوانية، وكان أكو موقف من عبد الناصر ضد الإخوان لما صارت النكسة، بينكم بين بعض خلية شهاب، بصراحة هل كنتوا شمتانين في اللي صار في عبد الناصر؟ أنا شمتان، أنا أحس شمتان وسعيد لسقوط عبد الناصر. أنا كنت سعيد وحمدت الله إن هالطاغوت انكشف. بس من إسرائيل. بس ما من إسرائيل. إيه بس إيه، لا هذا بيني وبين نفسي، أنا ما قاعد أقول له، بس انكشف إن أقاويله إنه إحنا راح نرمي إسرائيل في البحر، كله كذب، كلام كذب ووهم. وهاي اللي كنت أكتبها في مقالاتي في النهار، الثلاث مقالات اللي قلت عنها، اللي انه نحن بحاجة الى اعادة قراءة لهذا الزعامة، لهذا الزعيم عبد الناصر، نحن بحاجة لاعادة قراءة. الوضع شلون كان بالجامعة بعدها، بعد النكسة؟ يعني الفترة يعني على ما الناس استوعبت الصدمة صح، ظلت فترة يعني صح، متوتر، كان متوتر الجو، ورحت لجريدة النهار أبي أنشر مقال جديد إنه هذا يثبت كلامي، يعني فميشيل أبو جودة، صاحب العمود، من حقيبة النهار، قال لي عبد الله أوعى أوعى، الوضع ما يتحمل، أوعى تكتب شيء عن عبد الناصر هاليومين، يعني فهم شلون؟ لأن ذيلا ممكن يحرقون الجامعة كلها إذا عرفوا، يعني ينون صار، لأن انهار الوثن، انهار كان وثن ترى. أنت يعني مصر على أن تسميه وثن 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 هبل هبل. ما في مبالغة هالكلام دكتور بكل صراحة، يعني مرة ثانية لا ما في مبالغة، يعني من يتبنى الناصرية أو فكر عبد الناصر أو معجب بعبد الناصر، يعني ما كان يتكلم عن حالة دكتاتورية بقدر ما كان يتكلم عن حالة جامعة للعرب. ما كانوا واعين لما يقوم به عبد الناصر داخل مصر، حطم الشعب المصري، عبد الناصر حطم الشعب المصري وحطم الحالة المصرية. هذا الموقف ما ممكن يكون بسبب مرة ثانية اللي سواه عبد الناصر ضد الإخوان، فبالتالي هذا الموقف أيضا قد يكون عاطفي من الدكتور عبد الله النفيسي، إنه هو ضد عبد الناصر بسبب مواقف عبد الناصر ضد الإخوان. لا يمكن أنا أتكلم بعاطفتي،
خاصة في موضوع عبد الناصر. عبد الناصر حالته كانت إعلامية، الخطاب ماله كان إعلامي، الصورة مالته كانت إعلام وكذب، وماكو شيء، وهم